بسم الله، وصلنا جاهزين من ار بي جي. ار بي جي ديت الشركه اللي بتعدل الكروت، الاجهزه، اجهزه الار اف اي دي. الشركه ديت مسؤوله عن تعديل الاجهزه علشان خاطر ان هي ما تنفعش تتنسخ. منزله 2 فيرجن، الاثنين فيرجن دول كده منظومه واحده. ده جهاز داخلي بيشتغل عن طريق البلوتوث، وده جهاز خارجي بيركب على الادوار بديل للريموت والاجهزه بتاعت الريموت. وانت عارفين طبعا ان الريموت دلوقتي ابتدى يبقى غالي وشاحح. ستارتك كانت منزله اجهزه محترمه، ريموت محترم، وبعد كده ابتدى يتضرب. والتوتال بتاع التكلفه بتاعته للعماره بيبقى كبير جدا. يعني انت لو بتقول متوسط العماره عندك بورد لها تقريبا في حدود 100 ريموت، ال 100 ريموت بيعملوا 10,000 جنيه. طبعا الجهاز رخيص بس الريموت غالي. ده العكس، ده الجهاز هيبقى اغلى من الجهاز التاني شويه، بس في نفس الوقت بيشتغل معايا بنفس الميداليه. يعني الميداليه اللي بتشتغل هنا هي اللي بتشتغل هنا. ما تقرب علينا ونبتدي انبوكسنج على السريع، يلا بينا. بسم الله. اول حاجه هناخد انبوكسنج للكارت الخارجي. ده بيكون فيه جهاز مجموعة ترانس، وبيكون موجود فيه كويل. كل كويل من دول بيبقى لدور، الدور دوت بيشتغل معاك على الكارتات العادية. طبعا اللي مش منسوخة الجهاز ده ما بيقبلش نسخ. الجهاز ده بيبقى راكب في الكنترول، بينزل له فردة واحدة بس بتتوصل بالكويل، والفردة التانية بتتوصل بالزرار. هنشوفه بتتوصل ازاي وهنجربوه في حلقه تخص الجهاز دوت بس. بس الاول احنا نعرف ايه اللي جاي مع في العلبه. اللي جاي في العلبه هو رنجات، كل رنج من دول بيركب على دور. الرنجات دي كده بتوصل على 5 ادوار. انا موجود معايا 5 رنجات، يعني 5 ادوار خارجيه. ال5 ادوار خارجيه كل دور لرنج من دول، وبيوصل ترانس في دايره صغيره كده، او تعتبر موحد تيار صغيره. تمام. الجهاز بيجي الجهاز مع كارتين. الجهاز عادي جدا، هو الهاردوير بتاعه من ستارتك، بس السوفت وير بتاعه هو معدل. الفرده دي هي اللي بتنزل، اللي هي الفرده، حاطط لك فرده هنا اخر روزيتا. طبعا انت بتشيل ديت وبتنزل من هنا على طول الفرده بطول البير اللي بتتوصل بيها رنجات. ده اللي بيبقى موجود مع الجهاز في العبوة. الورقة طريقة البرمجة، ومن الظهر هنا طريقة التوصيل. الورقة دي هتلاقيها PDF موجودة عندك في الرابط بتاعها، هتلاقيه موجود تحت في الوصف. دول كارتين، كارت للديليت وكارت للاكتف، على اساس ان انت تاكتف او تدلت اي ميدالية منهم. ده كده بالنسبة لأول عبوة اللي هي الطلب الخارجي. ديت ليها حلقة، أول ما هتنزل هتلاقيها في حرف الأي اللي فوق. الحلقة ديت هتكون هنجرب الأجهزة دي على اسانسير، وهنحاول إن احنا نشوف الأجهزة ديت بتشتغل معانا ازاي. دي احنا جربناها أكتر من مرة في اسانسير ساعة ما كان الأجهزة دي لسه تحت الاختبار، وفعلا أثبتت وجودها وجدارتها. وفي نفس الوقت نفس الميدالية اللي بتشتغل هنا هي اللي بتشتغل معايا على الاسانسير من جوه. يعني العميل بيبقى موجود معاه ميدالية واحدة أو أكسس واحد أو قطعة فلاشة زي ما بيقولوا عليها كده، أو بيبقى موجود معاهم كارت زي دوت. لما تشتري الحاجات دي من المتجر بتاعنا هيكون موجود معاك 5 كارتات من دول بنفس الشكل، نفس الاسم. ده كارت ترحيبي مننا ليك، موجود هنا في اليوتيوب بتاعنا، وموجود هنا الفيسبوك بتاعنا. ان شاء الله باذن الله هيكون موجود معاك 5. ده كارت رفيع جدا، ما بيتاثرش بالميه، ما بيتاثرش بالخبط. بتحطه في المحفظه بتاعتك، وتقدر ان انت تسكان بيه الاجهزه او الريدر بتاعك، تقدر ان انت تشغل بيه الاسانسير. فده هيكون فيه موجود مع اي نسخه من دول، هيبقى موجود 5 كارتات من الكارتات ديت كدعم مننا
للفنيين اللي هيشتغلوا. طبعا الكلام دوت لاول 10 اجهزه هيطلبوا، بعد كده هيبقى موجود مع كل جهاز واحد بس من ده. هديه مننا من القناه ليكم. هندخل على الجهاز الثاني. الجهاز الثاني بيبقى اللي هو عباره عن هاردوير برضو من ستارتك، الهاردوير بس هو اللي من ستارتك، السوفت وير برضو من نفس الشركه الار بي جي. ده مدعم بالبلوتوث، بيشتغل بيدي لك امكانيه ان انت تعرف كل واحد طلع كم مره او استخدام الاسانسير. في الحلقه بتاعته موجوده في حرف الاي، هتلاقوا المراجعه بتاعته والتوصيل والتشغيل بتاعه ازاي تشغله، والبرنامج بتاعه برضو هتلاقوه في باركود موجود في كل عبوه. من كل عبوه هتشتريها من عن طريقنا هتلاقي فيه باركود ومعاه الريموت، وطبعا نفس البرمجه بتاعه الجهاز ده هي نفس البرمجه بتاعه الجهاز دوت، بتختلف بس خاصيه البلوتوث فيها. بيجي لك الريموت هنا، بيجي لك في حته بلاستيك كده تقريبا، البلاستيك واضحه دي علشان تفصل لك البطاريه من التشغيل على اساس ان انت هتشيلها طبعا قبل ما تشغل عشان تحافظ لك على عمر البطاريه، انما هو مش هيشتغل طول ما البلاستيك دي موجوده فيها. انتظروا الحلقه بتاعت البرمجه، والحلقه هنا بتاعت البرمجه هتلاقوها في حرف الاي اللي ظهرت عندكم، وهتلاقوا في روابط ليها في الوصف، وارقام التواصل مع شركه ار بي جي هتلاقوها موجوده في الوصف. شركه محترمه وهي اللي معدله الكارتات ديت، اذا كان اللي شغال بلوتوث او اللي شغال طلبات خارجيه. حتى الاجهزه العاديه بينزل عندنا اجهزه بيبقى مكتوب عليها معدل، ظهرت في السوق الفتره الاخيره، مكتوب على الكرتونه بتاعتها بالقلم كلمه معدل. بتلاقي الهاردوير بتاعها ستار او الهاردوير بتاعها عادي، بس الورقه بتاعت البرمجه بتبقى مكتوب عليها نفس اللوجو ده اللي هو الار بي جي. دي كروت معدله، اجهزه معدله ما بتقبلش النسخ، يعني لو حضرتك اخذت اي ميداليه من دول ونزلت عشان تعملها عند بتاع المفاتيح ما بتشتغلش عندك هنا على الاجهزه. وروابط القناه بتاعت الار بي جي هتلاقوا رابط ليهم قناه على اليوتيوب موجود في الوصف برضو، بيشرحوا فيها الجديد عندهم، الخواص الجديده، يا ريت تتابعوها. طبعا الـ RFID احنا اتكلمنا عليه في حلقتين قبل كده، فكرة عمله ومراجعة الخواص بتاعة الـ RFID اصلا، والكروت المعدلة ان هي ما بتتنسخش او بتبرمجها ازاي. دول الحديث بتاعهم، ده الجديد بتاعهم، ده بالنسبة للطلبات الخارجية، وده بالنسبة للطلبات الداخلية. لو جمعتهم مع بعض في سنسير واحد بميدالية واحدة لكل عميل، هتبقى الميدالية هتشتغل معاك على كل الأدوار الخارجية، مش هيسحب معاك غير بالميدالية دي، داخلي هيسحب معاك برضو بالميدالية دي. جهاز البلوتوث بيدي لك خواص كتيرة جدا، تابعوا الحلقة بتاعتها وإن شاء الله بإذن الله تعجبكم. وكان معكم أيمن كتانة من جي بي مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.